لازم ما نرجعه لكل معلم، لكل معلمه تيست سيكوتكنيك. سيكوتكنيك ما معنى سيكوتكنيك؟ اي راه عندك الماستر، اي راه عندك الدكتوره، اي راه عندك الكفاءات مزيان، مي خاص نرجعو لتيست سيكوتكنيك. شنو كاين في التيست سيكوتكنيك؟ هو الادوات باش توصل المعلومه من حيث الادوات المنطقيه ومن حيث لي غوسوخس. شمن غوسوخس عندك؟ واش عندك غير في الخزانه العقليه الذهنيه ديالك 100 تمرين نخمم معاهم كلهم؟ هاد 100 واش كافيه؟ خاصنا نحصيوها، كنحصيوها، كنقدروا نحصيوها، كنقدروا نحصيو لي غوسوخس اللي عند معلم وعند معلم، كنقدروا نحصيوها. قريتو كلها نحصيو له شحال التمرين عنده، شحال من طخافو بخاكيك عنده كتحصى. ايوا ما تجددش، ما غيجيكش واحد التلميذ ولا واحد مجموعه التلاميذ في واحد الاستثناء ما يخدموش له، ما يخدموش معاهم هذوك الوليدات هذوك التمارين اللي عندك كامل ما يخدموش. دونك ها علاش التكنيك. البسيكو هو اي شخص فورماتور يقري عنده خصاص عاطفي او خصاص معنوي غادي نلقاوها في الطريقه ديال التمرس ديالو كيفاش كيوصل المعلومه غنلقاوها. اللي عنده ستركتور اناكليتيك غنلقاوها، اللي عنده ستركتور ناركسيستيك غنلقاوها. خاصنا ما نخليوه في الاناكليتيك وما نخليوه في الناركسيستيك، ماشي غنعالجوه لا، غنحميو الماده وغنحميو التلميذ من هاد الجوج البنيات. الا ما رجعناش للسيكوتكنيك وما مشيناش حصينا لي غوسوغ ديداكتيك اللي عند السيرف واللي عند المخ ديال هذاك اللي غادي يقري ونبقاو نفيريفي ونديروا الميزاجور ليها، والله الا كان شي تقدم في التعليم واخا نوفروا له الملايير ديال العجب الهشام.